أبي بن خلف ذلك الرجل الكافر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظام هشة، عظام هزيلة، يفتها وينثرها في الهواء فنثرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك الله نار جهنم. فأنزل الله سبحانه وتعالى في أبي بن خلف آيات تتلى إلى يوم الدين، هذه الآيات لأبي ولكل إنسان ينكر البعث والنشور والقيام لله سبحانه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.